ازيك يا صاحبي؟ صباح الفل على عينيك. هنتكلم النهارده عن اشهر محلات حلويات في تركيا. ايه ده؟ ثواني، ايه ده؟ ده السكريبت الغلط. أكيد قول جربتها كده. تمام. هنتكلم النهارده عن اشهر مسلسلات ايه ده برضو يا اسطى؟ غلط برضو يا اسطى. طب ثواني، خلاص خد ده. اكيد، أكيد يا عم دوس، يلا. يلا بينا. هنتكلم النهارده يا صاحبي عن منتخب تركيا في كأس العالم 2002. منتخب تركيا حبيب اخوك في تصفيات كاس العالم 2002 جه في المركز الثاني ورا السويد ب 21 نقطه، وقدر انه يحجز مكان في ماتش الملح عشان يقابل النمسا ويفوز عليها 6 صايمه في مجموع الماتشين عشان يتاهل لكاس العالم. منتخب تركيا وقتها ما كنتش تقدر تقول عليه انه منتخب كبير في الساحه الكرويه، لان مونديال 2002 كان تاني مره تاهل فيها تركيا لكاس العالم بعد كاس عالم 54، وحتى التشكيله بتاع المنتخب وقتها كان فيها 6 لعيبه بس اللي تقدر تقول عليهم حجر اساس المنتخب، وهم هكان شكور لاعب برما، حسن شاش لاعب جلطه سراي، الهان منسيز لاعب بشكتاش، امري بلوز اوغلو لاعب الانتر، ودافول لاعب الاس ميلان، واخيرا باشتريك لاعب باير ليفركوزن. وقعت تركيا وقتها صاحبي في مجموعه فيها البرازيل، وصيف كاس عالم 98، كوستاريكا والصين. اول ماتش كان مع البرازيل بتشكيله نجوم العالم بتاعتها دي، خبط لازق كده. كان عندهم وقتها لوسيو، كافو، كارلوس، ريفالدو، رونالدو، رونالدينيو. بدا الماتش سخن من الشوط الاول، شوطه من رونالدينيو فوق العرض على كرة تانية من ريفالدو فوق العارضة برضه، لحد ما تركيا افتكرت ان في ماتش كرة خطيرة من فاول على ضربة ركنية تانية، بس حارس البرازيل كان مصحصح ورجعت المباراة تاني ناحية البرازيل، بس المرة دي حارس تركيا تقمص دور وليد في كابتن ماجد عشان يصد رأسية من ريفالدو على فاول من روبرتو كارلوس، وختمها بانفراد من رونالدينيو. وسط كل الهجمات دي صحيت تركيا تاني يا صاحبي في الدقيقة 46، بس المرة دي ما رجعتش بداية فاضية زي كل مرة، عرضية ولا أروع من باشتريك وراها فينش من حسن شاش عالمي عشان تتقدم تركيا بهدف وينتهي عليه الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني ولسه بنقول يا هادي، يعمل ريفالدو كرة عرضية لرونالدو اللي طار عليها وحط التعادل للبرازيل في الدقيقة 49. ما لحقتش تتهني يا تركيا تقريبا كده يا صاحبي، لعيبة تركيا كانت متطبقة على فيديوهات مهارات نيمار قبل الماتش وحبت تطبقها على البرازيل. عجلة من حسن شاش في نص الملعب على فليكاية من مانسيز قصاد كارلوس، على واحدة كرة شراب من الجنب من حسن شاش. وسط كل المهارات دي قدرت السامبا انها تجيب الهدف التاني، بس اتحسب اوفسايد على ريفالدو. وفي الدقيقة 85 يفعل لويزاو وضعية حسام حسن قدام هولندا ويقع بره ال 18 ويحسبها الحكم بيلي. ومش كده بس، ده طرد مدافع تركيا الباي اوزلان وتقدم ريفالدو اللي كان بيلعب على شرفه تقريبا في الماتش ده عشان يجيب الهدف التاني. ما خلصناش كده يا معلم، لا، لان في الدقيقه 93 قرر الحكم يكمل سلسله الضحك بتاعته ويطرد هاكان يونسال بعد تمثيليه عبيطه من ريفالدو عشان تنتهي اول مباراه في المجموعه بفوز البرازيل. الماتش التاني كان قصاد كوستاريكا وانتهى بالتعادل 1-1، وجاب جون تركيا وقتها امري اوغلو عشان يتصعب وضع تركيا في المجموعه. بس على مين؟ نزلت تركيا في الماتش الثالث قصاد الصين اللي كانت حصلت المجموعه حرفيا وقتها، واخدت 3 صايمه من تركيا بجون من حسن شاش واتنين اسيست من نفس اللاعب، وبكده تتاهل تركيا لدور ال 16 مع البرازيل. في دور ال 16 بقى رجوله قابلت تركيا اليابان اللي اتاهلت وقتها اول مجموعه على حساب روسيا وبلجيكا وتونس بقياده ناكاتا ونموتو اللي جاب جونين في دور المجموعات. تركيا خلصت الماتش بدري في الدقيقة 11 بجون من دافالا. بعد الجون ده لعبت تركيا بخطة شون دايتش 9-1-0 طول الماتش بالنظام ده، اللي يعدي خط النص أم رقاصة عشان تنتهي المباراة بفوز تركيا وتتأهل لدور الثمانية. قبل ما ندخل على دور الثمانية، تعال أول أكلمك عن قاعدة الهدف الذهبي. الهدف الذهبي ده يا عمنا كان عبارة عن ان لو الماتش خلص تعادل واضطرينا نلعب اشواط اضافية، فاللي يجيب جون الاول حلال عليه الماتش. واتطبق من سنة 96 في بطولة اليورو اللي فازت بيه المانيا على التشيك بالهدف الذهبي في الدقيقة 95. بس قال لك لا يا عم، الهدف الذهبي ده ظلم الفريق التاني عشان يلغوا القاعدة دي سنة 2004. ما علينا،
نرجع لمرجوانا تاني. في دور الثمانية قابلت تركيا الجيل الذهبي للسنغال، ولما تعرفش قيمة المنتخب ده وقتها فتعالى نتكلم عنه شوية. منتخب السنغال بالجيل ده كان وصيف أمم أفريقيا 2002، وتأهل لكأس العالم على حساب المغرب، مصر والجزائر. في كأس العالم قدر إنه يبهر العالم كله لما افتتح البطولة بفوز على فرنسا وأنهى دور المجموعات في المركز الثاني ورا الدنمارك، متفوق على الأوروغواي وفرنسا. وفي دور الستاشر قدر انه يطلع السويد من كاس العالم بعد ما فاز عليها 2-1. تشكيلة المنتخب وقتها كانت بتضم بابا بوبا ديوب هداف المنتخب بتلات اهداف، هنري كامارا افضل لاعب وقتها اللي سجل هدفين وصنع اتنين، واسطورة السنغال حاج ديوب، غير اسامي تانية زي اليوسيسي وفاديجة. بدأ السنغال الماتش ده بضغط كبير على دفاع تركيا، تسديدة من هنري كامارا على تسديدة تانية من فديجة، بس كانوا بره الجون لحد ما قدرت السنغال انها تجيب اول جون، ولكن اتلغى بداعي التسلل. بعد الهدف الملغي ده بدأت تركيا انها تدخل الماتش وتحاول تسجل جون، لكنها كان شكور كان مصطبح تقريبا في الماتش ده ويضيع كل الفرص اللي جات له قدام الجون عشان ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني حاولت السنغال انها تجيب الجون الاول، بس حارس تركيا كان فايق في الماتش ده لحد ما طلع هاكان شكور ونزل مكانه البديل الذهبي إلهان مانسيز اللي كان مفكر نفسه محمد ناجي جده في البطولة دي، اللي مع أول كورة يسقط واحدة بوش رجله كانت هتسمع في الجون، بس مفيش حظ للأسف عشان ينتهي الشوط التاني بالتعادل السلبي برضه. ومع بداية الشوط الإضافي الأول بعرضية من دافالا وإنهاء ولا أروع من مانسيز يقدر إنه يسجل الهدف الذهبي لتركيا، وينتهي الماتش بفوز تركيا وخروج السنغال من دور الثمانية. في دور نص النهائي قابلت تركيا البرازيل للمرة التانية اللي قدرت في طريقها انها تطلع بلجيكا من دور الستاشر وانجلترا من دور التمانية، كل ده بقيادة هدافين الفريق رونالدو بخمس اهداف وريفالدو بخمس اهداف واسستين. بدأ الماتش والحق اتقال يا اسطى، البرازيل سابت تركيا تشوت كورتين عالجون، من بعدها عينك ما تشوف الا النور. كافو يكسر من على اليمين ويشوت، روبرتو كارلوس يدخل ال 18 ويشوت، ريفالدو كل ما يمسك الكرة بشماله يوديها عالجون، وفضل الوضع على كده لحد الشوط الاول ما خلص تعادل. ومع بداية الشوط الثاني وللمرة الثانية رونالدو يعدي من لاعب التركيا ويدخل ال 18 ويشوط كورة صاروخ على شمال الحارس عشان يسجل اول جون في الماتش في الدقيقة 48. ومن بعد الهدف استسلم كل لاعب التركيا للنتيجة وكانوا رد فعل الهجمات البرازيل عشان ينتهي الماتش بفوز البرازيل وخروج تركيا من نص النهائي. في ماتش تحديد المركز الثالث قابلت تركيا كوريا الجنوبية. هتقول لي منتخب سهل؟ هقول لك انه خرج ايطاليا من دور الستاشر وخرج اسبانيا من دور الثمانية. هتقول لي ده طالع منتخب جامد، ولو قلت لك يا اسطى انه صعد في الماتشين بفضايح تحكيمية. على العموم ما تقلقش، انا مجهز لك فيديو لفضايح منتخب كوريا في النسخة دي هينزل بعدين. بدأ الماتش وكان هاكان شكور حلف ليخلص ذنب كل المنتخبات من كوريا دي عشان يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعد 7 ثواني من صفارة البداية. الهدف مطولش كتير عشان تقدر كوريا يا صاحبي انها تسجل جون التعادل في الدقيقة 9 من الماتش من فاول جامد، بس برضو هدف كوريا مطولش كتير لان مانسيز سجل جون التقدم في الدقيقة 12 من الشوط الاول بأسست من هاكان شكور، ومحبش ان الشوط الاول ينتهي كده عادي فيسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31 بأسيست برضو من شكور عشان يبقى هاكان شكور سجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم كله وصانع هدفين في نفس الوقت، وعلى الناحية التانية يكون مانسيز سجل هدفين وصنع هدف. الماتش ما انتهاش كده عادي عشان كوريا تقدر تسجل الهدف الثاني في الدقيقة 92، بس ينتهي الماتش بفوز تركيا وتحقق الميدالية البرونزية.
وبكده فيديو النهاردة بتاعنا يكون انتهى. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات واللايك والسبسكرايب.